بهي هي جدتك. أيوه. وفي ناس عارفة الحدوتة وفي ناس ما تعرفش الحدوتة على الإطلاق، اللي بدأت قبل 2015. الحدوتة بدأت في التسعينيات. ده حقيقي. ده حقيقي. في التسعينيات كانت لما جدتي اكتشفت انها مصابة بالسرطان، حبيبتي كانت بتضطر الله يرحمها تسافر امريكا واماكن بعيد جدا. هحاول اقول لكم قصة بسرعة، ان هي كانت بتسافر برا وما كانش فيه جهاز الراديشن او الاشعاعي اللي هي بتتعالج عليه غير في امريكا، فحبيبتي كانت دايما بتبعد عنا. طبعا. بتروح امريكا تقعد شوية، نتقابل كلنا كأحفاد في لندن وقبل ما ترجع أمريكا تاني. كانت الحقيقة مرهقة جدا بالنسبة كعيلة يعني، وإحنا الحمد لله يا رب عيلة مترابطة جدا جدا جدا، ودي ليها قصة تانية مع المستشفى بعد كده هحكي لحضرتك عليها. فلما سافرت مرة من المرات في عز تعبها كنا قاعدين، وقالت لولادها أمي وإخواتها، هو الناس بتعمل إيه؟ الناس بتجيب مصاريف العلاج منين؟ المرض ده مكلف جدا، طب هما هيعملوا ايه؟ والناس اللي معاها فلوس ليه بتسيب اولادها واحفادها وتسافر؟ انا لو جرالي حاجة او ما جراليش حاجة انا عايز اجيب جهاز الاشعاع ده مصر، يبقى موجود في مصر في بلدنا الناس تتعالج عليه بطريقة. وكانت دايما والله بتقول كده، اتحكوا في وش الناس، الناس تتعالج عليه بكرامة، عشان كان دايما ساعات تروح مستشفى مثلا تلاقي دكتور تمريض اي حد زعق في اي حد، كانت بتتأثر جدا. طبعا. فكانت دايما توصي اولادها ان الناس تتعامل بكرامة وبطريقة كويسة. المهم هم حبايبي مش بس عملوا كده، لما بعد كده اتوفت الله يرحمها، هم قرروا ان هم مش بس يجيبوا الجهاز، هم قرروا ان فيلتها اللي هي بيت العيلة بتاعنا اللي احنا كل يوم جمعة بنقضيه هناك، قرروا ان هم يهدوا الفيلا ويبنوا مستشفى بهية صدقة جارية لوالدتهم، واول جهاز يجيبوه الجهاز اللي هي كان نفسها فيه. فدايما بقول هي قصة ملهمة جدا، ازاي الست دي جدتي الله يرحمها حبيبتي ربت ولادها الاربعة ان ورثهم كله والله ازن كله في المستشفى. قرار بالاجماع. بالاجماع وما خدش خمس دقايق، ان والدتهم هم هيحطوا كل فلوسهم عشان هم عايزين بس الناس تدعي لمامتهم وتبقى صدقة جارية ليها مدى الحياة. وحصل كده. واتعملت أول واحدة اللي في الهرم. اللي في الهرم ده بيتنا، بيت العيلة. ده بيت العيلة، هو ده بهية الهرم، ده أول مستشفى بهية. وبعد كده الحمد لله ربنا كرمنا بقى في بهية اتنين، بهية زايد. زايد. بالظبط.